أعزائي طلبة الدراسة العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي الفيزياء للمناهج البريطانية على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي للبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة هيكون في ضيافتنا للحلقة الثانية دكتور أحمد نور. صباح الخير. صباح النور، شرفتنا ومشرفنا كالعادة. شوف لو عندك اي حاجه عايز تدردش شويه الطلبه بتاعتك قبل ما تبدا الحلقه بتاعتك اتفضل. انا حابب اطمن طلاب الثانويه البريطانيه الاي جي واقول لهم ان شاء الله الباس بيبرز او الكلاسيفايد، طول ما انت بتعمل تريننج وبراكتسنج كل ما ده هيساعدك ان انت لما تيجي في الفاينل اكزام تحل وانت متاكد من الاجابه بتاعتك. وكمان احنا هنا عندنا ميزه في البرنامج عندنا ان احنا بنركز على الفيري امبورتنت توبكس او الفيري امبورتنت تشابترز اللي كمان بيكون لها ويك كبير في الباست بيبر، فده هيساعدك ان انت اي مشكله بتقابلك انت بتعرف تحلها. لا مش بنركز على المنهج كله بقدر اللي احنا بنركز اكتر على المشاكل اللي بتواجه الطلاب واللي ليها ويت اكتر في الباست بيبر او في الفاينل اكزام. لسه جول النهارده؟ اوكي، حلقه موفقه دكتور ان شاء الله. اوكي اتفضل. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الكينيماتكس. Try to use another one. It's not clear. وعندنا some goals هنحققها النهارده. اول goal هنعرف what is the difference between distance and displacement. هنعرف كمان what is the difference between speed and velocity. وهنعرف برضو equations of motion. وفي الاخر هنعرف ايه هي الاكسلريشن. يبقى دي كده عندي الجولز اللي انا ان شاء الله في الحلقه النهارده هنكفر مع الستودنتس. طيب قبل ما ندخل في الديستنس والديسبليسمنت، في حاجه اسمها سكيلر وفيكتور. لو احنا جبنا في الاول عرفنا ايه هي الفيزيكال كوانتيتي زي ما خدنا المره اللي فاتت وقلنا هي عباره عن ايه، عبارة عن numerical value and measuring unit. Physical quantity classified into two categories. First is scalar physical quantity and second vector physical quantity. طيب scalar physical quantity is the physical quantity which can be described by magnitude only. يعني ايه ماجنيتيود؟ يعني بتكلم على سايز، يعني بتكلم على اماونت. طب ليتس تيك اكزامبل. لو قلت مثلا ديستنس ايكوال 5 مترز. طب ديستنس ايكوال 5 مترز، 5 مترز ده عباره عن ايه؟ عباره عن السايز او الاماونت اوف ديستنس. يبقى انا كده بسمي السايز او الاماونت ده بسميه ايه؟ بسميه ماجنيتيود. طب let's take another example. لو قلت مثلا time equal 10 seconds. برضه انا عندي 10 seconds ده عباره عن ايه؟ عباره عن السايز او الاماونت اوف تايم. يبقى ده ايه؟ scalar physical quantity. طب امال ايه الفيكتور؟ الفيكتور physical quantity is a physical quantity which is described by magnitude and direction. Let's take example. لو قلت لك مثلا force equal 10 newton left. انا عندي هنا لما اتكلمت على الفورس ال 10 نيوتن ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن السايز او الماجنتيود.
Left is a direction. When I have magnitude and direction, يبقى أنا بتكلم على إيه؟ على الـ vector physical quantity. Let's take another example. لو قلت مثلا على الـ vector physical quantity هنتكلم على الـ velocity. Velocity equal 50 meters per second west. زي ما اتفقنا يا شباب قلنا ان انا لازم في الفيكتور فيزيكال كوانتيتي عندي ماجنيتيود اند دايركشن. كويس جدا. احنا قلنا النهارده هنتكلم على ايه؟ قلنا النهارده هنتكلم على الكيناماتكس. يعني ايه كيناماتكس؟ equations of motion. يعني ايه motion؟ motion يعني انا بتكلم على distance. بتكلم على distance بموفد في ايه؟ في time. طيب احنا النهارده هنبدا نتكلم على كل point من دول في شكل comparison. تعالوا الاول نبدا بالdistance والdisplacement. فبقول ان الdistance عبارة عن ايه؟ it depends on the path taken. يعني بشوف الباث او الوي اللي انا مشيت فيه. طيب الdisplacement it's the difference between initial point and final point in certain direction. يبقى انا هنا بيبقى عندي two points initial يعني starting and the ending point or final point وكمان عندي direction. طب الdistance برضو عندي فيها ايه؟ بقول عليها ان هي ايه؟ the longest way. لكن عندي هنا displacement the shortest way. طيب احنا قلنا الdistance والdisplacement يعتبر الاتنين عندي بيميجر ايه؟ بيميجر distance او length. فالبوث الميجرنج يونت بتاعتهم متر. تعالوا بقى ناخد القصه دي in details. طيب distance with displacement. انا دلوقتي مثلا عندي two points x and y. هنقول مثلا ان الاكس ده is your home and y is your school. طيب فبتوين your home and your school there is a distance. طيب نقول مثلا ان الdistance دي ليها two ways. ممكن انا move من الاكس للواي من my home to my school directly or I can move it by the hospital. هنعتبر مثلا الهوسبيتال مثلا F. طب يبقى انا عندي two ways. ده كده first way وده كده second way. طيب هنلاقي هنا ان انا لو خدت الدايركت ديستنس من الاكس الواي من my home to the school هلاقي ان هو 5 meters for example or five, خلينا نقول 5 كيلومترز. لكن الديستنس بتوين لو انا هخدي من ماي هوم بعد كده الهوسبيتال بعد كده السكول هلاقي ان انا هنا 7 مترز او 7 كيلومترز وهنا كمان 7 كيلومترز. طيب نيجي هنا نشوف مع بعض. انا فروم اكس تو واي انا كده عملت ايه؟ انا كده عندي دي كده الـ initial point او الـ starting point. طيب والـ y دي كده عندي الـ point اللي انا عايز اوصلها في الاخر the final point. طيب وفين الـ direction؟ هموف to right. طب يبقى انا كده لو قلت الـ distance between initial point
and the final point in certain direction. يبقى أنا كده بتكلم على إيه؟ بتكلم على ال displacement. طب what about the other distance؟ لو أنا خدت مثلا ال weight تاني اللي أنا move من x بعد كده f from f to y. يبقى أنا كده مشيت إزاي؟ أنا كده بتيل يو الستوري، عشان كده بقول لك إيه؟ It depends on the path taken. يعني بحكي لك وأنا لما رحت from my home to the school مشيت عديت مثلا بالهوسبيتال بالجاس ستيشن all the way or the story to reach from my home to or to move from my home to the school. يبقى أنا هنا عندي دي longest distance. أنا عندي ده الباث تيكن الستوري بتاعتي. يبقى أنا كده السكند واي ده هيكون عبارة عن إيه؟ هيبقى عبارة عندي عن الديستنس. طيب احنا اتفقنا قلنا ان الديستنس مالها ذا لونجست واي. تعالوا كده نحسبها مع بعض. هنلاقي ان احنا عندنا هنا 7 كيلومترز وهنا 7 كيلومترز هيدينا ايه 14 كيلومترز. لكن لو بصينا على الديسبيسمنت هنلاقي ات جاست 5 كيلومترز. يبقى انا عندي الديستنس مالها ذا لونجست way لكن displacement the shortest way. طيب السؤال بقى دلوقتي احنا عرفنا السكيلر والفيزيكال كوانتيتي وقلت ان السكيلر ده بينز ايه magnitude only and no direction but for vector physical quantity I need both magnitude and direction. طيب يا ترى بقى مين في دول هيبقى سكيلر physical quantity ومين هيكون vector physical quantity؟ ابص اشوف انا مين ال quantity أو ال physical quantity which has magnitude only distance. So هنقول على distance إن هي إيه؟ scalar. But for displacement I told you that is the difference between initial point and final point in certain direction. Magnitude and direction. That's why it's vector physical quantity. طيب ما دام انا عرفت الديستنس محتاج اعرف ايه تاني؟ محتاج اعرف التايم. همشي الديستنس في تايم قد ايه؟ يبقى انا كده بتكلم على ايه؟ بتكلم على السكند بوينت عندنا النهارده في الجولز بتاعتنا ان انا هتكلم على الديستنس او هتكلم على السبيد اند فيلوسيتي. تعالوا برضو ناخدها في شكل كومباريزن كده عشان تبقى سهله للطلبه. Speed and velocity. Speed equal a is rule or measure equation mathematical equation. Speed distance over time or divided by time. And it's a measuring unit. احنا دايما اتفقنا ان احنا بنتعامل بالانترناشونال سيستم اوف يونت. فالديستنس هو هو اللينث نفس الايه نفس الفاميلي. يبقى الديستنس الميجرنج يونت بتاعتها ايه؟ متر. ان تايم اكوردنج تو انترناشونال سيستم اوف يونت سكند. يبقى انا عندي الميجرنج يونت فور سبيد مترز بير سكند. ليتس جو تو ذا فيلوسيتي. فيلوسيتي ايكوالز displacement over time. What about the measuring unit? Displacement هتبقى ايه؟ برضو هي the length with the distance هتبقى ايه بالمتر. A time second يبقى برضو meter per second. طيب now the question which physical quantity has or is a scalar physical quantity and which is vector physical quantity. طيب تعالوا كده نلعب لعبة صغيرة مع بعض. لو قلنا مثلا positive هناخد بقى دلوقتي ايه mathematics. تمام احنا عارفين طبعا ان الماث is one skill of physics due to physics is main skills. positive by positive هيدينا ايه؟ positive multiplied or by negative هيدينا ايه؟ negative. خلينا اقول لكم ان احنا هنقول ان البوزيتيف ده هو ايه؟ هو السكيلر والنيجاتيف هو الايه؟ الفيكتور.
طب ده هيساعدنا في ايه؟ هيساعدك في اني ايكويجن تقابلك في الفيزيكس كوريكولم تعرف از فيكتور اور سكيلر من غير ما ايه؟ ما بنعمل ميمورايزنج جاست اندرستاندينج. طيب فهنا مثلا لو قلنا ان البوزيتيف ده عباره عن ايه؟ سكيلر، والبوزيتيف سكيلر يبقى سكيلر باي سكيلر هيدينا ايه؟ سكيلر. طيب بوزيتيف سكيلر نيجاتيف فيكتور هيدينا ايه؟ فيكتور. طيب تعالوا بقى نطبق هنا. انا عندي السبيد عباره عن ايه؟ ديستنس اوفر تايم. طيب الديستنس قلنا هتبقى سكيلر ولا فيكتور؟ قلنا هتبقى سكيلر، يبقى هتاخد ايه؟ نيجاتيف ساين. طيب والتايم سكيلر هياخد ايه؟ نيجاتيف ساين. نيجاتيف ديفايدد باي نيجاتيف هتدينا ايه؟ هتدينا بوزيتيف. طب البوزيتيف كان ايه؟ سكيلر. يبقى على طول كده هقول ان السبيد سكيلر فيزيكال كوانتيتي. طيب تعالوا بقى نبلاي ذا سيم جيم وذ فيلوسيتي. الديسبيسمنت هتبقى دي فيكتور اور سكيلر؟ هنلاقيها ان هي فيكتور، يبقى هتاخد ايه؟ نيجاتيف ساين. بات فور تايم هياخد ايه؟ سكيلر هياخد بوزيتيف ساين. يبقى احنا هنا نيجاتيف ديفايدد باي بوزيتيف هيدينا ايه؟ هيدينا نيجاتيف. والنيجاتيف عندي عباره عن ايه؟ عباره عن الفيكتور. يبقى انا الفيلوسيتي عباره عن ايه؟ عن فيكتور فيزيكال كوانتيتي. تعالوا نرجع هنا تاني في السبيد. هنا انا عملت حاجه وما حدش خد باله منها. هنا في السبيد احنا قلنا ان السكيلر عباره عن ايه؟ من بياخد نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ بياخد بوزيتيف. يبقى احنا هنا السكيلر انا عاملها نيجاتيف، فهو معايا شويه، يبقى هتبقى ايه؟ هتبقى بوزيتيف. طيب والتايم اولسو بوزيتيف، يبقى بوزيتيف ديفايدد باي بوزيتيف هتدينا ايه؟ بوزيتيف. يبقى برضه سكيلر فيزيكال كوانتيتي. طيب جميل. Now the question, when velocity change? عندنا three ways. أول way عندي when لما أنا بعمل مثلا speeding up. This mean velocity increases. Second method or second way, slowing down. يعني ال velocity مالها بيحصل لها ايه؟ decreasing. طيب احنا اتفقنا قلنا ال velocity عبارة عن ايه؟ عبارة عن vector quantity which has magnitude and direction. This is magnitude increasing or decreasing. What about the direction؟ دي بقى الايه؟ ال third way. ان انا عندي changing direction. يبقى انا كده عندي three ways for changing velocity: speeding up, slowing down, or changing direction. طيب اول ما اعرف او اشوف ان انا عندي change happens in the velocity، يبقى انا كده عندي ايه؟ عندي حاجة بنسميها acceleration. ايه هي الاكسلريشن؟ الاكسلريشن زي ما قلنا هو تشينج في الايه؟ في الفيلوسيتي. طبعا ناخدها ان ديتيلز كده مع بعض ونعرف الرول بتاعها وكمان الميجرنج يونت، وفي الاخر انتوا برضو هتطلعوا زي احنا ما متفقين هتطلعوا الميجرنج يونت بتاعها. طيب الاكسلريشن is symbol a small and is equal a change or delta v over delta t. وعرفنا ان دلتا means change. طب دلتا v عباره عن ايه؟ عباره عن final velocity minus initial velocity. يبقى انا الاف هنا بتريبريزنت ايه؟ final velocity. الاي initial velocity. ممكن نكتبها بوي تانية؟ ينفع نكتبها بانذر ميثود. طيب انا ممكن اعتبر ان الفاينل فيلوسيتي هي الايه؟ في، والانيشال فيلوسيتي اعتبرها هي الايه؟ اليو. يبقى انا كده ممكن اقول في ماينس يو اوفر دلتا تي. طيب وات اباوت ذا ميجرنج يونت؟
الفيلوسيتي مين فاكر معايا؟ كانت متر بير سكند. طيب وعندي هنا ايه؟ تايم سكند تانية معايا، يبقى كده هيبقى متر اوفر سكند سكويرد، هيبقى متر بير سكند سكويرد. ممكن كمان نعملها بطريقة تانية، ممكن نقول متر سكند باور نيجاتيف 2. واتفقنا من الحلقة اللي فاتت ان انا لما الباور بيكون عندي نيجاتيف ده بيميز ان انا عندي ايه؟ عندي ديفيجن. لكن الباور كده لو بوزيتيف لا، يبقى هو كده مكانه كده مظبوط. طيب تعالوا بقى نشوف الاكسلريشن نفهمها اكتر. احنا عرفنا الديستنس والديسبليسمنت، سبيد اند فيلوسيتي، سهلين ديستنس وتايم، ديسبليسمنت اند تايم. طب اكسلريشن غريبه شويه، دي ممكن نسهلها بالجراف. ليتس جو. لما باجي برسم جراف في سام بروبرتيز، اول حاجه لازم ببوت على الواي اكسس والاكس اكسس فيزيكال كوانتيتي اند استيميشنج يونت. فاحنا هنا مثلا هنحط هنقول ايه؟ هنقول الفيلوسيتي الميجرنج يونت بتاعها ايه؟ متر بير سكند. اند اون اكس اكسس تايم فيزيكال كوانتيتي اند استيميشنج يونت سكند. نيجي بقى هنا نعمل ديسكريبشن الجراف. في الاول خالص قبل ما تعمل اي ديسكريبشن اقول لك what is this graph represents for، لازم الاول اسال نفسي what is the gradient. gradient ايه هو gradient؟ في حاجات غريبه الحلقه دي؟ لا لا غريبه ولا حاجه، تعالوا نعرف الجريدينت. الجريدينت عباره عن دلتا واي اوفر دلتا اكس. واتفقنا لما نلاقي دلتا بتميز ايه؟ تشينج. يبقى هقول y2 minus y1 over دلتا x x2 minus x1. طيب ده جريدينت. طب ازاي هجيبه من الجراف؟ انا معنى ان انا بقول جريدينت معنى ان انا بشوف اللاين ده how steeper how nearer to y axis. كل ما اللاين ما قرب للواي اكسس يبقى انا كده عندي ايه؟ عندي هاي اور جريتر جريدينت. طب بنجيبه ازاي عشان نعرف نجيب الفاليوز اللي عندي دي؟ عندي فور فاليوز. طيب ببدا الاول ارسم ايه؟ برسم رايت انجل تراينجل. طيب تعالوا بقى ناخد الفاليوز بتاعتنا. عندنا هنا y2 وهنا lower point and y axis y1 and here x2 and there x1. طيب يبقى أنا هنا بقول إيه؟ y2 minus y1 over x2 minus x1. y2 minus y1 over x2 minus x1. يبقى أنا كده جبت الجريدينت. طيب أنا هنا velocity time graph، يعني بقول إيه؟ y over x، y gradient عبارة عن y over x. يبقى أنا هنا عندي إيه؟ الواي هنا v velocity والx time v velocity over time. طيب velocity over time هتدينا مين؟ اللي لسه قايلينها دلوقتي acceleration. طيب يبقى انا كده هبدا اشوف الجراف من عن طريق ايه؟ عن طريق الجريدينت بتاعه اللي هو الايه؟ الاكسلريشن. طيب تعالوا نشوف كده. انا المفروض عندي ايه اللي بيحصل هنا؟ عندي بيحصل هنا increasing في الايه؟ في الفيلوسيتي. الفيلوسيتي ايه عماله ايه؟ اللاين طالع كده، يبقى عمال يحصل لها ايه؟ increasing increasing والتايم بي ايه؟ بي باسنج. يبقى انا عندي هنا حصل ايه؟ increasing in velocity. طيب يبقى انا عندي هنا ايه؟ عندي هنا acceleration. طيب او ممكن نسميها ايه؟ ممكن نسميها positive acceleration عشان عندي هنا بيعمل acceleration في positive direction. طيب يعني في negative acceleration؟ اه في negative acceleration. طب نيجاتيف وبوزيتيف، يبقى الاكسلريشن عباره عن ايه؟
vector physical quantity. طيب تعال نشوف امتى الاكسلريشن تبقى نيجاتيف. هنرسم برضو نفس الجراف بتاعنا اللي هو velocity time graph. ما ننساش ال physical quantity and the measuring unit x y and the a على x axis وال y axis. طيب لو رسمنا جراف بالشكل ده ايه اللي بيحصل لل velocity؟ نبص كده مع بعض ايه اللي بيحصل؟ بيحصل لها decreasing. طيب يبقى انا كده عندي ايه؟ هنا عندي ال velocity decreases، يبقى انا عندي هنا negative acceleration. طيب ممكن اسميها ايه كمان؟ ممكن اسميها deceleration. يعني ايه deceleration؟ يعني decreasing in acceleration. طب ازاي؟ مش احنا اتفقنا لما نشوف اي جراف الاول نجيب الجريدينت؟ الجريدينت هنا ايه؟ عباره عن الاكسلريشن. طب الجريدينت هنا بيحصل له ايه؟ شايفين اللاين بيعمل ايه؟ ده يعني بيبعد بايه؟ far away عن ايه؟ او farther away الواي اكسس. يبقى انا كده ايه اللي بيحصل؟ الجريدينت بيحصل فيه decreasing، فبالتالي يبقى انا عندي في decreasing في الاكسلريشن، فانا عشان كده عندي deceleration. يبقى احنا ممكن نفرق ما بين ال acceleration او ال positive acceleration وال negative acceleration اللي هي deceleration. ان انا عندي هنا في ال acceleration يعني بقى increase the velocity، اما عندي في ال deceleration بعمل decreasing the velocity. طيب now the question، what is the difference between acceleration and deceleration؟ I mean the main difference. بصوا كده ال main difference negative sign. يعني الكلام ده معناه ايه؟ يعني مثلا لما يجي لنا problem ونحلها مع بعض ويقول لك مثلا طلعت في الاخر عندي ال acceleration equal negative 8 meters per second squared. طب يبقى انا ممكن اقول له ايه؟ اقول له so deceleration equal 8 meters per second square. ايه ده؟ ليه هنا حددت negative مع انها acceleration وهنا في deceleration ما حددش negative sign؟ عشان احنا اتفقنا ان deceleration هي اساسها معاها الايه؟ negative sign. فانا لو طلعت acceleration بnegative يعني هو بيقول لي خلي بالك انا هنا عندي ايه؟ عندي deceleration، وانا في deceleration انا مش عايز الساين، انا عايز الايه؟ الفاليو بتاعتها، عشان كده كده انا عارف ان هي ايه؟ بالنيجاتيف. طيب تعالوا نكمل مع بعض برضو، ناخد كده other graphs كده مع بعض. لو انا مثلا دلوقتي قلت لكم مثلا ان ال velocity time graph، هنشتغل عليه شويه برضو مع بعض عشان بيجي عليها اسئله كتيره في ال classified and past papers. ايه اللي عندنا ده؟ horizontal line، يعني هنا في gradient؟ مفيش gradient، ما احنا قلنا gradient لازم يكون ايه؟ بيحاول يقرب لايه؟ للواي اكسس. انا هنا عندي ايه؟ ده بارل للايه؟ بارل للاكس اكسس. طيب يبقى انا عندي جراف هنا الجريدينت عندي هنا بزيرو، طب يبقى الجريدينت عندي هنا ايه؟ velocity over time هيدينا ايه؟ acceleration، يبقى الاكسلريشن برضو بايه؟ بزيرو. طب امتى الاكسلريشن تبقى بزيرو؟ الاكسلريشن تبقى بزيرو لما يكون الفيلوسيتي مالها كونستنت. يبقى معنى كده الفيلوسيتي هنا عندها 1 فاليو اللي هي ايه؟ اللي هي هتبقى 10 meters per second. طيب يبقى انا لما الاقي هورزونتال لاين بيبرر الاكس اكسس معنى كده اللي انا عندي ايه؟ كونستنت فاليو. طيب للفيلوسيتي او للفاليو اللي هي على الواي اكسس. طيب تعالوا كده نرجع في اول حل خالص، اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن distance and displacement. طيب
تعالوا برضه ناخد some graphs related to distance and displacement. Distance meter وهنا ال time second. طيب تعالوا بقى ناخد برضه the same horizontal line كده نشوف بقى اللي مصحصح معانا واللي نايم. انا عندي هنا horizontal line يعني gradient بايه؟ بزيرو. طب gradient distance time graph distance over time هيدينا ايه؟ هيدينا speed. يبقى السبيد برضو بايه؟ بزيرو. امتى السبيد تبقى بزيرو؟ يعني معناها ايه؟ I'm at rest يعني انا واقف في مكاني. يبقى معنى كده الجراف ده لما اسالك بيريبريزنتس ايه؟ هتقول لي ان الاوبجكت at rest. طيب لو جينا رسمنا عملنا لاين كده اللاين ده بيريبريزنت ايه؟ هنلاقي ان انا عندي الديستنس بتنكريسز والتايم ماله بينكريسز بوث انكريسز وذ ذا سيم اماونت. طيب يبقى انا كده عندي ايه؟ الجريدينت لو خدته في اي حته هنا هو هو هنا هو هو هنا يبقى انا كده عندي ايه؟ عندي كونستنت جريدينت يعني الجريدينت ماله كونستنت. طب لما الجريدينت يبقى كونستنت يبقى انا الجريدينت هنا هو عباره عن الايه؟ اتفقنا ان هو السبيد. يبقى السبيد برضو مالها؟ كونستنت. جريدينت كونستنت سبيد كونستنت. يبقى انا عندي الجراف ده بيريبريزنت ايه؟ ممكن اقول عليها كونستنت سبيد او يونيفورم سبيد. طيب احنا النهارده كان عنوان حلقتنا بنتكلم على الايه؟ على الكيناماتكس اللي هي الايه؟ الايكويجنز اوف موشن. احنا لحد دلوقتي ما قلناش الايكويجنز اوف موشن. كل اللي احنا بنقوله ده كان جاست انترودكشن. ايه ده؟ يعني معنى الكلام ده كده يا دكتور ان انا اللي احنا خدناه في الاول ده مش هيجي في الفاينل اكزام؟ لا بيجي. بس لازم ناخده في الاول جاست انترودكشن عشان تهلب يو تو اندرستاند ايكويجنز اوف موشن. لو اعتبرنا ان انا عندي اوبجكت بيموف وذ يونيفورم اكسلريشن ده بيميز اللي انا عندي ايه؟ ان هو بيموف بايكوال فيلوسيتي ان ايكوال تايم انترفلز. طيب فلو اعتبرنا مثلا ان انا الديستنس عندي اس انيشال فيلوسيتي يو فاينل فيلوسيتي في اند ذا اكسلريشن اي وعندنا الموشن دي بتحصل at time t وعندنا برضو في average velocity عندي. وبالمناسبة ال average velocity t عندي ببدأ أحسبها لما يكون عندي ال velocity أو ال speed مالها unconstant. يعني مثلا عندي from Cairo to Saudi Arabia هنقول إن Cairo X وسعودي أرابيا Y. طيب أنا لما إيه أتيك أ فلايت طب وأنا أتيك أ فلايت إيه اللي بيحصل؟ أنا عندي الفلايت نفسها السبيد بتاعتها is not constant فبالتالي عندي إيه unconstant speed. يعني في كل تايم أنا هنا مثلا في الفيرست مثلا 30 minutes second 30 minutes كل minute عندي في إيه السبيد عمالة إيه بتتشينج. طب أنا بقى لو أنا سألتك قول لي tell me your speed of the flight مش هتقدر تديني ايه one number for the speed. You have many numbers for speed. يبقى احنا كده هنتكلم عن حاجة اسمها ايه average velocity. هاخد ال average velocities دي كلها. طيب انا دلوقتي قلت لك عايز اعرف ال velocity هنا لما انت كنت عند ال point F دي. طيب هنجيبها ازاي؟ هنقول ان هي عباره عن ال initial velocity plus ال final velocity over 2. طيب يبقى انا كده كاني باخد ال average بالظبط بعمل adding over الايه ال number بتاعهم. طيب لو حبيت من ال average velocity اجيب ال distance يعني قول لي لما كانت ال average velocity بتاعتك مثلا ب 15 meters per second كانت ال distance قد ايه؟ طب احنا اتفقنا ايه؟ قلنا ان السبيد عباره عن ايه؟ عباره عن ديستنس اوفر تايم. طيب لو انا حبيت اجيب الديستنس
يبقى اعمل كروس ملتبليكيشن. فهقول ان الديستنس ايكوال سبيد باي تايم. طيب انا هنا بتكلم على انهي سبيد؟ على الافريج سبيد. تمام، يبقى انا هاخد الافريج سبيد احطها هنا يو بلس في اوفر 2 باي تي، والديستنس السيمبل بتاعها اس. طيب نخلي بالنا من الايكويشن دي، تعالوا برضو نرجع للايه، نرجع للايكويشنز اوف موشن. طيب احنا كنا بنقول ان الاكسلريشن ايكوال ايه؟ اكسلريشن ايكوال في ماينس يو اوفر تي. طب تعالوا نعمل كروس ملتيبليكيشن. طيب هنلاقي عندنا ايه؟ v minus u by 1، يعني v minus u equal acceleration by time. طب تيجي نعمل لها rearrangement، هنقول ان ال velocity equal وال delta u دي او ال negative u دي هتروح ان ايه؟ ناحية ال انا other side، فهتروح بالايه؟ بال positive، يبقى u plus a t. ودي عندنا ال first equation. طيب يعني ايه؟ يعني بقول لك ان الفاينل فيلوسيتي ايكوال انيشال فيلوسيتي بلس اكسلريشن باي تايم. وات اباوت ذا سكند وان؟ سكند وان انا قلت لكم ايه؟ خلوا بالكم من دي، اللي هي ايه؟ اللي هي ان الديستنس ايكوال الافريج فيلوسيتي باي تايم، ودي هتبقى عندنا الايه؟ السكند ايكويشن. طيب يبقى احنا كده عندنا ايه؟ التو ايكويشنز اوف موشن. طيب وكمان عندنا other two equations، بس الديريفيجن بتاعهم مش عليكم. تمام، ان شاء الله تاخدوه في الايه؟ في الاي ليفل. طيب عندي هنا اول equation بتقول لي ايه؟ بتقول لي displacement equal initial velocity by time plus half acceleration by time squared. لو جينا كده نشوفها بيولوجيك هنلاقي ايه؟ correct. طب الفورث equation velocity or final velocity squared equal initial velocity squared plus 2 acceleration by time. يبقى دي عندي كده الثيرد ايكويشن، ودي عندي الايه؟ الفورث ايكويشن. طيب يبقى احنا كده النهارده يا شباب عملنا كفرنج للايه؟ للبوينتس اللي احنا اتفقنا عليها، الجولز بتاعتنا. اول حاجه قلنا what is the difference between distance and displacement. second point what is the difference between speed and velocity. third point equations of motion. and finally the acceleration. And now the time for classified. Okay, go ahead. Have a seat. Thank you. Okay, great. نستاذن المخرج الجميل بتاعنا يجيب لنا بيج نمبر 1. Okay. اتفضل. عندنا هنا يا شباب في first question هي بيقول لك ايه؟ A train begins a journey from a station and travels 60 kilometers in a time of 20 minutes. What is the average speed of the train? طيب انا هنا مديني ايه؟ انا هنا عايز الافريج سبيد. اول حاجه اقول الايكويشن او الرول، الافريج سبيد عباره عن الديستنس موفد اوفر تايم تيكن. تمام، ده لو انا جيو في ايه؟ فور هول جيرني. يعني فاكرين لما اتكلمنا عن الرحله بتاعتنا فروم ايجيبت اور كايرو تو سعودي اريبيا، لو انا حبيت اجيب بقى ايه بعد ما وصلت بالسلامه مثلا سعودي اريبيا، بسالك قول لي ايه هي الافريج سبيد بتاعتك، فتقول لي ايه؟ تقول لي ان انا هقول الديستنس موفد اوفر تايم تيكن، ده فور ايه؟ هول جيرني. يبقى انا هنا عندي الديستنس موفد كانت عباره عن ايه؟ 60 كيلومترز، وعندي التايم هنا كان ايه؟ كان 20 مينتس. طب بس نخلي بالنا من حاجه، انا هنا الاوبشنز A B C and D الميجرنج يونت بتاعتهم ايه؟ متر بير سكند.
واحنا اتفقنا ان احنا بنتعامل بالاس اي انترناشونال سيستم اوف يونت، يبقى انا لازم هنا ايه اكونفيرت، يعني عندي 60 كيلومترز هكونفيرت للمترز يبقى هملتبلاي باي 10 باور 3، وعندي 20 مينتس هكونفيرت تو سكند يبقى هملتبلاي باي 60. طيب يبقى انا هقول 60 باي 1000 اوفر 20 باي 60 هتديني في الاخر ليتر سي اتس ذا كوريكت انسر 50 مترز بير سكند. ليتس جو تو ذا نيكست كويستشن نمبر 2. تو رانرز تيك بورد ان ا ريس، ذا جراف شوز هاو ذا سبيد اوف ايتش رانر ات تشينجز وذ تايم. طب احنا عندنا هنا سبيد تايم جراف زي احنا ما خدناه. طيب هنا بيقول لي what does the graph show about the runners at time t. فين time t؟ هتلاقي هو labeled عندك هنا، يعني labeled عندك بt على ال y axis هو ده time. فلو بصينا مثلا هنلاقي ان runner 1 اللي هو ال dotted line او ال dashed line وعند ال solid curve اللي هو بتاع مين runner 2، هنلاقي ان الاثنين they have the same speed at time t، يبقى which answer is correct؟ letter A. Both runners are moving at the same speed. Question number 3. The graph shows how the speed of van changes with time for part of its journey. In which labeled section is the van decelerating? طب يعني ايه decelerating؟ يعني بيحصل decreasing in acceleration. واحنا اخذنا لما بيحصل decreasing in acceleration يعني عندي negative acceleration which means ان ال velocity بيحصل لها decreasing. لو شفنا ال area of letter A هنلاقيها مالها عندي constant speed horizontal line. طيب B هنلاقي بيحصل decreasing لل speed يبقى هي دي الايه؟ هي دي ال deceleration. يبقى ال correct answer is letter B. Let's go to the next page. To page number 2. A large stone is dropped from a bridge into a river. Air resistance can be ignored. Which row describes the acceleration and the speed of the stone as it falls? طيب انا دلوقتي بتكلم انا عندي stone هبدا يحصل له ايه free falling. فاكرين لما اتكلمنا عن free fall يعني قلنا there is no force effects on the body except the force of gravity. طيب انا هنا عندي فرصه واحده اللي هي gravity. طيب يا ترى الجرافيتي دي هتعمل ايه؟ طبعا عارفين ان الجرافيتي is constant equal 10 meters per second squared يعني هي برضو acceleration، بس احنا عشان نميزها بنقول عليها ايه؟ acceleration of gravity او acceleration due to gravity or acceleration of free fall. طب يبقى انا عندي هنا لو object بقى يحصل له falling down يبقى هي acceleration واحدة which ايه؟ acceleration of gravity. يبقى هتبقى constant و variant هتبقى constant. ما احنا اتفقنا ان ال acceleration due to gravity مالها 10 meters per second squared and it's a constant. طب ال speed هيحصل لها ايه؟ طب خلي بالك بقى من حاجة، انا بقول ال acceleration constant يعني معنى كده ال acceleration بتعمل ايه؟ بتعمل changing with velocity. يعني ده معناه ايه؟ معناه لا مثلا الستون لما يجي يفول داون يستارت فولينج ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه هلاقي ان الفيلوسيتي بتاعته ايه؟ زيرو. بعد كده هتحصل ايه؟ هتلاقيها انكريست باي 10 يبقى 10 مترز بير سكند. بعد كده انكريست باي 10 يبقى 20 مترز بير سكند. يبقى هلاقي ان السبيد هيحصل لها ايه؟ انكريسنج بات باي ايكوال اور كونستنت ريت. يبقى انا عندي هنا الكوريكت انسر هتبقى ليتر B which is in the acceleration هتبقى constant and the speed of the stone is هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها increasing or is increasing. طيب next question number 5. A car travels along a straight road. The speed time graph for this journey is shown. During which labeled part of the journey is the resultant force of the car zero. طيب يعني ايه resultant force؟ يعني انا عندي بقول لك ان the sum of all forces affects on the object or on the body equal zero. طب معنى كده ان ال object لو بيموف with speed يبقى ال speed مالها constant، ما هو مفيش force بتأفكت عليه. تمام يبقى الفورس مالها يبقى ال speed هتبقى constant in a straight line. طب تعالوا بقى نشوف which letter بيليبل ال part of constant speed. هنلاقي عندنا هنا letter B horizontal line
ومعنى كده اللي انا عندي ايه constant value for speed. اوكي before turning to the next page هناخد فاصل قصير. اوكي اوكي ثانك يو دكتور. You're welcome. رجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور احمد نور. تو كنتوني يا دكتور. اوكي question number 6 an object moves at a constant speed for some time then begins to accelerate which distance time graph shows this motion. طب انا هنا خلي بالي هو الاول الموشن بدات ازاي؟ قال لي constant speed يبقى انا ادور على الايه فين اللي بيدور هيبقى constant speed. هلاقي عندي جراف لتر سي عندي دي كونستنت سبيد عشان هلاقي ان الديستنس والتايم بيتشينج باي ايكوال اماونتس. طب ومين كمان؟ هلاقي برضو بي. طيب يبقى انا كده هبدا اركز في سي وبي بس. قال لي بعد كده ايه then begins to accelerate which mean حاصل ايه increasing in speed. طب هنلاقي بقى ان انا سي فعلا حاصل increasing في السبيد وهي دي اللي هتكون ايه هتبقى الكوريكت انسر هيبقى لتر سي. طب بي ليه ما نفعتش؟ عشان برضو ايه انا وقف انا عندي بقى horizontal line يبقى كده distance مالها عندها one value. طيب let's go to the question number 7 a car travels at an average speed of 60 kilometers per hour for 15 minutes how far does the car travel in this time. طيب خليني بقى اقول لك هنا بقى حاجه مهمه جدا how far هنا بسال على time ولا بسال على distance؟ بسال على distance. طب لو اقول لك how long يبقى انا بسال على time. طب يبقى انا هنا طالب مننا distance فبيقول لك car travels average speed 60 km per hour فقد ايه في 15 minutes. طيب يبقى انا عايز يعرف هنا الايه الديستنس. نخلي بالنا برضو من الاوبشنز احنا متعودين احنا distance بنشتغل عليها بايه بالمتر. طب هنا كل الاوبشنز بالكيلومتر يبقى انا مش هعمل كونفرجن خالص. طب 15 مينتس يبقى انا هنا هبدا ارجع للسبيد. السبيد عباره عن ايه 60 كيلومتر بير اور يعني ايه يعني الكيلومتر ده اللي هو عباره عن ايه عباره عن الديستنس والاور ده عباره عن ايه عباره عن التايم. يبقى انا كل ديستنس تقابلني بالكيلومتر وكل تايم يقابلني يبقى بالاور. تمام يبقى احنا هنا 15 minutes دي هنكونفرت لايه لاور. طبعا بحول من minute ل اور يبقى انا ايه from smaller to bigger يبقى divided by 60. طيب يبقى انا هنا هقول ان انا عندي السبيد عباره عن distance over time يبقى انا عندي الديستنس عباره عن speed by time. السبيد عندي 60 والتايم عندي 15 divided by 60 هيجيب لي ايه هيديني في الاخر ب 15 kilometers. اوكي بيج نمبر 4 عندنا هنا في question number 8 بيقول a ball is dropped from a table top a resistance may be ignored which row describes the velocity and the acceleration of the ball at point x. طيب خلينا نقول ان انا نفس الكويشن اللي حليناه قبل ما نطلع في الفاصل قلنا ان انا عندي ان لما بيحصل فري فولينج بيبقى عندي ايه اكسيليشن واحده وتبقى كونستنت اللي هي اكسيليشن ديو تو جرافيتي ايكوال 10 متر بير سكند سكويرد. يبقى انا كده عندي وهو الاوبجكت بيحصل له فولينج داون يبقى الاكسيليشن مالها كونستنت. طب الفيلوسيتي انكريسنج يبقى كده هنلاقي ان الكوريكت انسر لتر بي. كويشن نمبر 9 The diagram shows the speed time graph for a car. Which area represents the distance traveled while the car is accelerating? طيب امتى الكار هيحصل لها accelerating زي ما اتفقنا لما يحصل increasing in speed. طب انا فين x ولا y اللي حصل فيها increasing للسبيد؟ هلاقي ان x حصل فيها increasing للسبيد لكن عندي y كان constant speed يبقى the correct answer is letter A which is x area. Next في نص دقيقة لو عندك أي رسائل سريعة للطلبة بتاعتك قبل ما نختم الحلقة. أحب أقول لهم في نهاية الحلقة إن لما بنخلص أي توبيك عندنا لازم تحل عليه في الكلاسيفايد. تمام؟ الكلاسيفايد دي بيكون متقسمة على حسب اليونت أو على حسب التوبكس اللي إحنا بنحلها.
لما بتاخد بتتفرج على الحلقه وبعد كده بتحل الكلاسيفايد بتلاقي الدنيا معاك سهله وانت فاهم، عشان احنا بنعتمد على الاندرستاندنج مش الميمورايزنج. وطبعا اي حاجه بتقف معاكم بتتواصلوا معايا على الرقم اللي بيبان على الشاشه، وهو برضو رقم الواتساب. جميل، تمام. بس وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. شرفتنا دكتور احمد، واتمنى ان شاء الله نشوفك في حلقات قادمه، وبالتوفيق ليك وكل طلابنا الاعزاء. شكرا لكم. شكرا.